بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. نرجع للآية 105 من سورة النساء The woman, the fam. يقول مولانا إنا أنزلنا إليك، يعني المور ربي يتكلم، أنزل ولا جدال، كلام ربي يجادله يسخط ربي ووري العجب بالعجاب لما كانوش على بال سهل. وتقول قال الله تعالى ولم يقل مولانا، قال محمد ختم عليه الصلاة والسلام، ختم به الرسالات، انتهى. مش يناقش ميلون كان نفسه، أنت مش تحب تكون خصيم للمولى، تخاصم المولى في كلامه، قال كلام هذاك الكلام، حبيت تقبل فلك السلام ولك الخير في الدنيا والآخرة، حبيت تكذب وتحارب ولا تحارب رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تحارب أمته اللي هي دائما فيها الخير، الخير فيه وفي أمتي حتى قيم ساحر. وإذا كان إبليس هواك وحط لك جنون العظمة، أعلم اللي هو لا حقيقة مش وردك وردة ما تخرج منها إلا إذا كان بطلت حرمك لله. رد بالك، وحنا عنا العالم الكربي المحاربين لله عبر تاريخهم المظلم، ويحبوا يوريهم هما يحمينا حمى الإسلام. وعلاش يقول لك لما خاطر هو كيف راهم ولا فريع يعني يلزمو يعطي كلمات ذات حقيقته باش يطمئن إليه الناس ويضعون له ويقولوا سير سير سير، يعني سيدي 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 أمر أنت ونحن نمتثل، نحن نطبق بالحذافر حذافر كل ما أمرت به، وهل ما جر وهل ما جر. ورينا في عهد بورقيبة والعبد الخاصر في مصر، ورينا في عهد بن علي وتيمش. رد بالكم، وراه إبليس مش يكف في التلاعب بأبخاركم، يوردكم خطر يكرهكم، خطر ما يقدركمش. ربي يكرمكم وهو يحبكم تغوصوا في الكرم، في الله مبالاة، أنا كريم أم ليست ولست بكريم؟ حتى هذا السؤال هذا الكرب قليل منهم اللي يقول أنا كريم أم لا. يا ولدي ربي قال لك ولقد كرمنا بني آدم، تكون شيء كافر ربي كرمك. وهذا هذه الكرامة الرباني ما يعرفون يا رب، حتى الملائكة عليهم السلام وقت اللي يجادلوا في كلمات قال ربي إني يعني أعلم ما لا تعلمون، إني خلق بشرا وسوانا على أحسن ما يرام باش نطبقوا، تكون لنا الآلية نطبقوا أوامر المولى افعل ولا تفعل. هذا الكل كم يفهموش الناس، وذاك علاش يعيشوا أذلاء صغيرين لا قيمة لهم أبد الآبدين. وقوم التواسى اللي يسقط في أيديهم، ومازال قدام شوريكم العجب العجاب ربي. أنا أقول لكم عجلوا بالتوبة، ننصحكم أنا أهل من أهل القرآن لازم يكون من ناصحي لله، ننصح مجتمعا فيكم مالكم حرام اللي مشي يصار يولي يصير لكم قادم على ظلمة لا تنتهي، ولما جروا ولما جروا لا بعيدة بكثير من الكلام حل خابوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلما كثر كلامه كثر سقطه، يعني أخطاء كثيرة، لأنه نستحيلش نكون واحنا مضبوطين في كلامنا إلا إذا كان رجعنا للقرآن ورجعنا إلى ما صح من حديث القدسية وصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام.